السلام عليكم البنات، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ديالي. فرحانه حيت كنتلاقى بكم هاد النهار في نهار جديد وفيديو جديد كما كتشوفوا معايا. هاد النهار بدي لكم نهاري من الصباح، وهذا هو اخر يوم في 2019. من هنا بغيت نقول لكم سنه سعيده عليكم، تدخل عليكم ان شاء الله بالصحيحه والسلامه وطولة العمر وبكل حاجة زوينة إن شاء الله تحقق لكم في حياتكم. واللي كتمنى شي حاجة الله يفرحها بها في هذه السنة إن شاء الله، واللي بغات شي وليدات الله يعطيهم ليها. المهم البنات، كما شفتوا معايا يلا فايقة من النعاس الصباح هذا. بالنسبة لهذا النهار قررنا باش يجيو عندي العائلة، يعني خوتي وخالتي ومالين الدار كاملين. كما كتعرفوا دابا كاينة عندنا خالتي، قلنا غندوزو مع بعضياتنا هذا النهار. هو بزاف منكم غادي يصيفطوا ليا ولا غادي يقولوا ليا لا انتوما كتحتفلوا براس العام، يعني انتوما ماشي مسلمين. يعني بزاف كتكثر الهضره على هذا الموضوع، وهذوك الناس تيكونوا هما اول وحدين حتى هما كيجيبوا غاتو وكيحتفلوا به. ولكن حنا الحمد لله ماشي قررنا اننا نحتفلوا، وانما بحال قلتوا بغينا هذا النهار نتجمعوا مع بعضياتنا، بحال قلتوا نستغل الفرصة أننا نتجمعوا مع بعضياتنا، نضحكوا ندوزوا وقيتة زوينة. هذا مكان يعني ماشي بغرض أنه الاحتفال، وإنما غير بحال تغيروا الجو صافي. وهنايا كما شفتوا معايا أول حاجة درتها جيت كنوجد الفطور، حيت غادي يفطروا معايا مالين طار. هاد الوقيتة كانوا مازال ما وصلوا، يعني قربوا يوصلوا. ونط بكري هاد الصباح كنوجد في الفطور. هنا كيما شفتوا معايا خديت هذاك التبصيل اللي كان جاني كادو في عيد الميلاد ديالي، جبت لي واحد صاحبتي اللي عزيزه عليا بزاف، تنقول لها تحيه لك من هنا، وسميتها بحال سميتي. المهم اول مره غادي نستعمله هو اليوم، وصراحه عجبني الشكل ديالو بزاف وساهل. كيما شفتوا معايا دغيا ركبته، كيكون فيه غير واحد بحال واحد الفيس في الوسط، وفيه هذوك الخشيبات هكا كتديروا طبصيل فوق طبصيل صافي، ومن بعد كتزيروا داك الفيس وكيكون زوين. صراحه عجبني الديكور ديالو بزاف. هنا خديت هكا داك الصابلي اللي كنت شاركت معكم في داك الفيديو اللي قبل اللي كنت جبته عند واحد السيده، صراحه كدير صابلي اللي زوين و شنو نقول لكم في المتناول زعما ديال اي واحد. خديته وكنستفو هكا في هاد الطبيصلات هادو. وبالنسبه لهداك التحت درت فيها كد هاد الحلوه ديال الكوكي، الا كنتو كتعقلوا عليها راه كنا كنديروها شحال هذا. وفاش مشيت تقديت البارح بانت ليا وخديتها، عجبتني بزاف ديال الكوكو السميده. وهنا البنات كنشارك معاكم هذاك المادلين اللي كنبيع انا ولا اللي كنجيب من على برا، صراحه زوين بزاف، خصوصا ان فيه واحد الحاجه اللي زوينه هو انه كل جوج ديال لي مادلين دايرينهم في هاد الساشيات هادو. يعني بحال هكا تقدروا اش نقول لكم، تقدروا مثلا ما تجبدوش كلشي دقه واحده، تخليهم محميين في هذيك البلاستيكه، يعني واخا كتحلوا البلاستيكه الكبيره كيبقاو كل جوج محميين في هذيك الساشيه ديالهم صغيره. ولا تقدروا تعطيهم لوليداتكم هكا في ديك الساشيه، وهذا كيحميهم تيبقاو رطبين وتيدوموا لكم مده طويله. وفيهم هكا واحد الشوكولا اللي كيكون سائل في الوسط، المذاق ديالهم كيحمق. المهم البنات يلا وجدت الفطور كما كتشوفوا معايا، الفطور عادي هما يلا جاو. عزيز بعدا راه بادي هو الاول ما كيتسنى حتى واحد. هيا حكيمه. المهم دابا غادي نفطروا، خالتي هي جالسه هنايا غادي تبان لكم. دابا غادي نفطروا من بعد نتلاقاو. المهم البنات ما وريتكمش المسمن، صراحه ماشي انا اللي صايبته، غير واحد السيده باينه فيك والله الا باينه، والله الا اكتشفت واحد السيده ساكنه حدايا هنا يلا يعطيها الصحه، كدير هذا الشيء المملحات، كدير لي كاطو، كدير بزاف د الحاجات. كومونديتني عندها واحد الكاطو العشيه، ودابا خديت عندها المسمن كما كتشوفوا. انا مازال ما دقتش، ولكن غزلان بروفيسيونيل قالت لك راه زوين ياك. لا باين تبارك الله عليها باين يلا بصحة فطوركم. عزيز هو الخبير في المسمن. المهم البنات درت لهم العقوبة اليوم، قلت لهم سيقوا على برا باش نجلسوا فيهم. ها انتم شوفوا الحداقة، راه زعما ما عندي ما يتسالهم. حكيمة وكنزة هما أصحاب النظافة. ها هوك أصحاب النظافة. والله الا عرفتي غادي يبرد هنايا دابا مني سيقناه، مني سيقتوه.
ما تقولش لي بالك، ما نخليهاش لك هنايا باش ما تخسرش لك هاد السنعان. وريكم البنات هاد البلاصه، يلاه بدات كتنوض فيها القريعه. هنوريكم فين هي خالتي. هاد صغيوره ياك، ها هي هنايا. هادي ديك اللي كتكون مكركبه ياك، كدق فيها الشوكه واحده اخرى باقا صغيره هنايا، مازال ما كبرات مزيان. حريقه ولكن كاينه وسط منها الحريقه. واحده اخرى زوينه صغيره هنايا، ها هي هاد صغيوره هي مازال ما ناضت مزيان. تبارك الله على جارديني تليق الصراحة. شتي هيا كروزة مسكينة ناعسة، هيا ناضت كتكسل عليكم. ها روزة جاية عندكم. المهم البنات غزلان هي اللي خلينا دير لينا الغدا اليوم. غنديرو جوج طواجن هنايا، طاجين ديال الدجاج، وهنايا يلاه كتصايب فيه غدير لينا طاجين ديال ازيز. مع الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو ازيز، هو الاخطبوط باللغه العربيه زعما. غادي ديرو هنايا غدير ليه العطريه وكلشي، وهذا ديال الدجاج غتزيد ليه غير شويه ديال البصله والزيتون. المهم ملي غيطيبو غادي نوريكم كيفاش غيجيو. المهم البنات الغديوه ديالنا يلاه طابت كما كتشوفوا. هنا دارت لينا غزلان طاجين ديال الدجاج بالقرعه الحمراء، ما عرفتش واش كتاكلوها حتى نتوما ولا لا. المهم حنا تتجي واعره في الطاجين، كنديروها دائما. درتها مع المشماش والزيتون، تيجي طاجين من داك الشيء الرفيع صراحه. كتواتى المذاق ديال القرعه الحمراء والمشماش، كيجي زوين اولا زبيب. وهنا كما شفتوا الطاجين ديال ازايز بالبصله ومطيشه هكا صافي. دابا غادي نتغداو ومن بعد نتلاقاو. المهم البنات دابا جيت باش ندير واحد الماسك هكا لوجهي ديالي، كما كتشوفوا البشره ديالي يعني عيانه هاد الايام، ما درت ليها حتى شي حاجه. شحال هذا ما درت لا ماسك لا والو، وبداو هنايا عندي شويه ديال لي صاغ صراحه، هملت وجهي هاد الايام وقلت ما فيها باس اليوم ندير واحد الماسك. غادي ندير هذا البنات ديال القهوه والكاكاو، هذا خطير جدا. بزاف ديال المرات هضرت لكم عليه، والله العظيم الا اش غنقول لكم، تيعطيكم واحد الاشراق وواحد البياض من الاستعمال الاول او الثاني، كيبان لكم المفعول في الوجه ديالكم. عاده كنستعمل هذا، بزاف ديال البنات سولوني يعني الا كنتو كتلاحظوا من اول الفيديوهات الاولين ديالي اللي في القناه، ما كانتش البشره ديالي كاع صافيه حتى لهاد الدرجه، كانت شويه فيها شويه ديال السمريه مع شويه ديال البقع. ولكن مؤخرا لاحظت انا بنفسي الفرق، وحتى نتوما كتبتوها ليا في لي كومونتير، قلتوا لي شنو درتي للوجه ديالك، شنو زعما السر وهذا شاكيه معنا. كندير جوج ديال الماسكات البنات، كندير هذا اولا كندير هذا ديال بلايا، حتى هو عنده نفس المفعول، غير هذا ثلاثه في واحد. هذا بحال قلتو ماسك ومقشر ومرطب في نفس الوقت. هذا اللي هنايا هلا قلتو ماسك وقماش في نفس الوقت، هذا ديال القهوه والكاكاو. واختاريت اليوم باش ندير هذا، باش ندير واحد التقشير مزيان للبشره ديالي ونحس بها فيها شويه ديال الحيويه صافي. المهم بالنسبه للغدا وكلشي راه شفتوا كل واحد دار شي حاجه. اليوم عندي انا الراحه التامه، وجدت غير الفطور صافي. كتعرفوها كيفاش كتكون عائله واللمه ديال الحباب، كل واحد كيدير حاجه يعني كيدوز النهار زوين غير الضحك والنشاط. المهم غندير هذا الماسك، وعاد من بعد غادي نوريكم لاكريم اللي غندير للوجه ديالي. شوفوا بعدا كيفاش كيجي، كيجي بحال شي اش نقول لكم، بحال شي بوماده ولا. المهم تجي قاصحه شويه وكديروا هكا للبشره ديالكم. بعدا فيه واحد الريحه البنات كتحمق بريحه الكاكاو وريحه القهوه، بنينه بزاف، تقدروا كاع تاكلوه. غير كنضحك معكم البنات، عندكم تاكلوه صافي. غنديرو بحال هكا على الوجه ديالي كله، نخليه حتى ينشف مزيان، ومن بعد ندير بحال واحد القماش هكا للبشره ديالي ونغسلو بالماء بارد. من بعد ما تغدينا البنات كما شفتوا معايا، درت داك الماسك والصراحه مشيت ضربتها بواحد النعسه انا وادم حتى العشيه. كما شفتوا معايا دابا راه العشيه هادي، جينا باش نوجدوا العشاء. المهم خالتي هي اللي تكلفات لينا بالعشاء،
وانا جيت باش نصايب معاكم هاد الطريقه ديال الروز اللي الصراحه كتعجبني بزاف بزاف، كنت شاركتها معاكم واحد المره وبزاف ديال البنات جربوها وعجبتهم. المهم ما تديوش على داك الفرن، خليته مازال مرون مازال ما مسحتو ما حتى شي حاجه. المهم اول حاجه درتها انا خديت واحد الكوكوت او لا كسرونه ولا اللي عجبكم، وكديروا فيها شويه ديال الزبده، كتخليوها حتى كتذوب مزيان هذيك الزبده، عاد من بعد كتخويو فيها الرز ديالكم. بالنسبه للرز اللي استعملت انا البنات هنا، استعملت الرز كلاصي لحقاش هو اللي ما كيتعجنش، وكتبداو تقليو في هذاك الرز حتى كيولي اللون ديالو ذهبي ذهبي سمحوا لي. عاد ديك الساعه كيكون راه واجد، وكتزيدوا شويه ديال الملحه غير واحد شويه واحد القبيصه ديال الملحه، وكتبداو تقليو تقريبا لمده ديال دقيقه حتى جوج دقائق. المهم حتى كيبان لكم اللون ديالو بدا كيتغير. عاد من بعد كتزيدوا الكميه ديال الماء اللي غادي يطيب فيها. بالنسبه للكميه اللي كديروا، الا درتوا كاس ديال الرز كديروا جوج الاضعاف ديالو ديال الماء. المهم البنات يلا كملت الروينه وكلشي الحوايجات اللي كانوا عندي صافي وجدنا الطبيله. صراحه ما صورتش لكم مازال بزاف ديال الحوايج، كتعرفوا هكا لما العائله كنبقاو غير قاعدين والضحك والنشاط. صافي دابا تقريبا غادي نحطوا العشاء. دابا اول حاجه جيت درتها بعدا حلقت شويه على الحاله، درنا شويه ديال المكياج باش هكا ناخذوا تصويرات مع بعضياتنا ويبقاو لينا ذكرى لهذا النهار، وخصوصا ان العائله مجموعه يعني كنبغيو بحال هكا تصويرات يبقاو لينا. صافي لبست غير هاد القفيطين هذا، الا كنتو كتعقلوا عليه كنت صايبته فواحد العيد، درتو هكا غير سامبل خفيف، درت فيه غير رنده من هنايا ومن هنايا، وكيجي هكا سامبل وخفيف. ولبست معاه هاد الكولي هذا وشعري خليته سامبل. المهم دابا غادي نمشيو باش نتعشاو، ومن بعد نوريكم الكاطو اللي كومونديتو عند واحد السيده كما قلت لكم تتصايب داكشي يعني ديال الدار على حقه وطريقه، ماشي بحال داكشي ديال المخبزات ولا غير حليوات هكا غير عاديين وبساط. اختاريت انني هاد العام ما نصايب حتى شي حلوه في الدار، قلت نخلي الوقت للعائله والجماعه، وراكم عارفين باش كتكون العائله راه كتبغيو تستغلوا اكثر وقت عندكم باش دوزوه معاهم. داكشي علاش ما درتش لي هاد العام الكاطو في الدار، خديتو غير عند واحد السيده. المهم راه جبتو قبيله ودوتو في الثلاجه. دابا غادي نمشيو باش نتعشاو، وعاد من بعد غادي نوريكم الكاطو كيفاش داير. هنايا كنشارك معكم الدجاج اللي صايبات خالتي تبارك الله عليها، ما شاء الله انا كيحمقني الدجاج ديالها والله العظيم البنات، ماشي مجامله وانما تبارك الله كتصايبو بواحد الطريقه اللي زوينه بزاف. شاركت معكم الطريقه ديالها في القناه ديالي. ها نتوما الحداقه ديال خالتي ها تبارك الله تبارك الله، الله يعطيك الصحه، عرفتي باينه كيشهي غير من غير باش تشوفها فيه. مراكشيين راه حادقين البنات، تحيه لناس مراكش ما شهيتكم البنات. المهم اللي كتوحم تسمح لي حقها في الجنه. وهكذا كيجي الرز ديالي من بعد ما طاب، وزدت لي شويه ديال الكوك وشويه ديال السكر كلاصي. المهم الطريقه بالتفصيل البنات راني حاطها لكم في القناه، رجعوا للفيديو هاد القدم وغادي تلقاوها. وزينته بواحد شويه ديال الكركاع واللوز وقدمته كما شفتوا معايا. هنا من بعد ما تعشينا جينا بدينا كنديروا التحضيرات اللي غادي نستقبلوا بها ان شاء الله السنه الجديده. هنا كما شفتوا معايا البنات معاونين، شي كينفخ النفاخات، شي جالس كيلعب، شي كيشعل الشموع، المهم كل واحد شنو كيدير. المهم هنايا انايا زوقت الطبله وقدينا كلشي انا وبنت خالتي وحكيمه، وبدينا هكا كنشعلوا في دوك الشميعات. المهم هنا راه كنتحاربوا معاهم حيتاش كانوا عندي البنات هادو ديجا مستعملاهم، يعني ما كانوش كيشعلوا ليا مزيان، كنحاول يعني نشعلهم بهذوك البريكات ومن بعد كيعاودوا يطفاو. المهم بقيت مضاربه معاهم حتى زوقنا الطبله. المهم درنا غير هكا شي حويجات اللي بساط، شي حاجه اللي خفيفه جدا، ما يعني غير باش اننا نحسوا بواحد الفرح وبواحد شي حاجه المميزه هذا النهار. الاهم من هذا الشيء كله هو اننا نضحكوا وندوزوا وقيته زوينه مع العائله، هذا هو الغرض من هذا النهار كله. والحمد لله لما ديال الحباب وديال العائله ما كتقدرش بثمن بالنسبه ليا انا. المهم هنا كما شفتوا معايا حطينا الطبيله، حطينا هكا غير شويه ديال الفاكهه وشويه ديال الصابلي وداك الكاطو اللي كانت صايبات ليا هذيك السيده اللي قلت لكم مع الصباح. وهكذا كتجي الشكل ديال الطبيله ديالنا. هنا كنشارك معكم هاد العيبه هذه اللي خديتها من عند خالد مرحبا، صراحه حمقوني بزاف، كاينين بزاف ديال الشكيلات فيهم. Thank you.
كما شفتوا معايا درنا العد التنازلي للسنة الجديدة، وفي هذا الوقت كانت دخلت السنة الجديدة. إن شاء الله تكون سنة مليئة بالأفراح والمسرات وكل حاجة زوينة إن شاء الله علينا وعليكم. هنايا كما شفتوا معايا كنقطع هكا الكاتو باش نجلسو وناكلوه مجموعين، وحتى نوريكم كيفاش داير من الداخل. بالنسبة للداخل فيه لي فخوي ولا كريم، صراحة عجبني بزاف، جاني شي حاجة اللي زعما جديدة، شي حاجة اللي بحال صايبتيها انتيا في الدار. صراحة غادي نبقى دائما نتعامل مع هاد السيدة من هنا. بغيت نقول ليها تبارك الله عليك، وكل شيء كان في المستوى وكما بغيتو. المهم البنات، كنتمنى ان هاد الفيديو يعجبكم، كنتمنى انكم حتى نتوما تكونوا دوزتوا وقيتة زوينة مع العائلة ديالكم كيف ما حتى انايا. هنا غنبغي نقول لكم تهلاو ليا في راسكم حتى شي فيديو جديد ان شاء الله. ودائما ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، هادو هما اللي كيخليوني دائما نعطيكم اكثر واكثر. وتصبحوا على خير حتى شي فيديو جديد. السلام عليكم.